احتلت ليلى علوي الترند خلال الايام اللي فاتت بعد سيشن التصوير اللي نفذته مع المصور خالد فضه، وظهرت ليلى بجمالها المعتاد وستايل جديد عليها، وانتشرت الصور بشكل كبير ونالت اعجاب عدد كبير من معجبيها. ايه رايك في السيشن اللي قدمته كده ليلى علوي؟ انا عجبني، وعارفه قطه السينما المصريه ليلى علوي جميله وقمر وشيك، ودايما يعني هي مش محتاجه حتى فوتو سيشن جديده عشان تقول ان هي موجوده بجمالها وبرقتها. في ابديتنج دايما كمان على فكره، هي من الناس الابديتنج حتى على السجاده الحمراء في المهرجانات، حتى في السيشنز، حتى في الحياه الطبيعيه انا بشوف حتى صورها جميله جدا. لا انا بحبها، ودايما زي ما انت قلتي على الريد كاربت الدريسز بتاعتها بتبقى حلوه قوي، انتقائها للحاجات، الوانها، بحس ان هي بتراعي برضو سنها، بتراعي طبعا، فاهمه قصدي؟ ده بيبقى شيء وحلو للعين. هي جمالها كمان انا بشوفه دايما داخلي، يعني هي جمالها حقيقي. البيبي لوك ده اللي بتظهر بيه وشها اللي زي القمر دي، يعني ربنا يحفظها، زي القمر حقيقي. هو اهم حاجه ان بيظهر الشخص يبقى متصالح مع نفسه. صحيح، لو ده موجود اعتقد هي جميله وباين، ده جدا بينعكس على وشها. ده حقيقي.